ابتدينا كان يوم الأحد الأمس رياضيات، الحمد لله رياضيات من ضمن الأساسيات الجميلة واللي تترقب حاليا في عدد من المدارس. اليوم بإذن الله راح نختبر إنجليزي، اللي يعتبر إنجليزي من دو الفصل حاليا الأيام حقت السعودية إلى رؤية 2030. الحمد لله على كل حال، أنا ما أقول إن كل شيء إنه بخير، إن اختبارات سهلة الحمد لله، اختبارات اللي وصلنا إليها حاليا في كأي اختبارات الحمد لله كانت سهلة. اختبرنا رياضيات يوم الأحد وكانت أسئلة جميلة جدا، واليوم نختبر مادة اللغة الإنجليزية والحمد لله راجعت، والحين رايحين الاختبار وإن شاء الله يكون بسيط. اختبرنا يوم الخميس رياضيات ولغات، كانت المادة سهلة جدا، ولاحد اختبرنا العلوم الإنجليزية سهلة بعد جدا جدا، واليوم بنختبر إسلامية وإن شاء الله توفيق للجميع. الاختبارات بدأت يوم الخميس الماضي، واليوم عندهم إسلاميات والأمراض الحمد لله طيبة، وما قصرت الوزارة، كل شيء طيب واللهم لك الحمد والشكر، أتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله. احنا حريصين كل الحرص على المتابعة ومذاكرة الأولاد، ما يطلعون طبعاً إلى المدارس إلا متابعين المذاكرة معهم أول بأول، ونحرص كل الحرص على أنهم يكونون متفوقين، وبإذن الله في الفصل الثاني راح يكون المتابعة أكثر وأكثر، ونتمنى التوفيق للجميع.